أهلا بكم. في هذا الفيديو راح نتعلم كيفية تصميم بوستر احترافي لشركات السياحة والسفر وعلى برنامج وورد وبدقائق معدودة. نحب ننوه أن جميع المرفقات المستخدمة في هذه المحاضرة هي متاحة للتحميل مجانا وعلى قناة التليجرام اللي راح يتم إرفاق رابطها مع هذا الفيديو. في البداية راح نفتح برنامج وورد ونذهب إلى تخطيط ومن ثم الحجم وننزل إلى أحجام الورقة الإضافية. راح نخلي العرض 21 والارتفاع راح يكون أيضا 21 ومن ثم موافق. كل ما هنالك أنه سوينا قياس مربع أو مقاس مربع حتى نعمل بالتصميم، وطبعا في الأغلب هذه الإعلانات يتم نشرها في السوشيال ميديا. طيب، من قائمة إدراج راح ندرج الخلفية الخاصة بالبوستر اللي هي هذه الخلفية. حتى نحرك هذه الخلفية بسلاسة في برنامج وورد نضغط كليك أيمن على الخلفية ومن ثم التفاف النص ومن ثم أمام النص. طيب، نرفع الصورة إلى الأعلى ونكبرها إلى أن تكون على ملء المساحة. الآن من قائمة إدراج شكل راح نختار الشكل الدائري، وطبعا راح نرسم شكل دائري. نضغط على شيفت حتى يكون الشكل دائري بشكل كامل. طبعا من تنسيق، من قائمة تنسيق راح يكون التعبئة بشكل أبيض بلون أبيض، وطبعا بلا مخطط تفصيلي. ومن تأثيرات الأشكال راح نضيف ظل ونختار مثلا هذا الظل. راح نستنسخ هذا الشكل من خلال نضغط على كنترول ونبقى ضاغطين على كنترول ونسحب، وطبعا راح تكون بهذه المنطقة. طيب، الآن راح نستنسخ هذا الشكل أيضا بالكنترول، وطبعا راح نكبر هذا الشكل اللي بالنص حتى يكون شكل ماستر. لا بس انه هذا الشكل ينزل قليلا وهذا الشكل ينزل ايضا. الان راح نضيف الصور بهذه الدوائر الثلاثة. نضغط على هذه الصورة الاولى ونروح على تنسيق ومن ثم تعبئة الشكل ومن ثم صورة، طبعا العمل دون اتصال او من ملف. راح نختار هذه الصورة. طيب، الان راح نحدد هذه الصورة ومن تعبئة الشكل نختار صورة ومن ثم من ملف ونختار هذه الصورة. أيضا بنفس الطريقة راح نختار تعبئة الشكل صورة ومن ثم من ملف ونختار هذه الصورة. جيد، الآن الصور أصبحت جاهزة. هذا الشكل ممكن يكون إلى الأعلى قليلا أو إلى اليمين قليلا. طيب، الآن من إدراج وطبعا نختار مربع نص، رسم مربع نص، وطبعا راح نختار او راح نرسم مساحة وراح نكتب اسم الشركة اللي هي اورانوس. راح نكبر النص، وطبعا راح نختار نوع خط وليكن هذا الخط اللي هو جي است. ومن تنسيق تعبئة الشكل راح تكون بلا تعبئة، ومن المخطط التفصيلي راح تكون بلا مخطط تفصيلي. طبعا نختار لون ابيض للنص، وأيضا من تنسيق تأثيرات النص نختار ظل وليكن هذا الظل. جيد، الآن راح نستنسخ هذا النص وراح نكتب السياحة والسفر. من الصفحة الرئيسية راح نصغر النص قليلا وليكن بهذا الشكل، وراح ننطي لون أصفر يكون أجمل، طبعا راح يكون بهذه المنطقة. جيد، الآن راح نضيف الفيكتور الخاص بالتخفيض. من إدراج صورة وطبعا نختار هذا هو الفيكتور، نضغط عليه كليك أيمن ومن ثم التفاف النص، نختار أمام النص حتى يكون بالمقدمة. راح نكبر الفيكتور بهذه المنطقة هذا الشكل، وراح نختار هذا النص راح نستنسخه من خلال كنترول وراح نخليه بهذه المنطقة ونكتب خصم. ممكن طبعا نصغر او ممكن يكون 40. جيد، الان راح يكون بهذه المنطقة. راح نستنسخه مرة ثانية، راح نغير انجليزي وراح نكتب 50%. طبعا خليه يكون بولد وباللون الابيض، وطبعا النص راح يكون بهذه المنطقة. جيد، الان ممكن انه ينزل الى الاسفل. طيب، الآن راح نضيف الصورة الخاصة بالسوشيال ميديا. من إدراج صورة
وراح نختار هذه هي الصورة. طبعا ايضا نضغط عليها كليك ايمن التفاف النص، راح تكون امام النص بهذه المنطقة، ممكن تكبر مثلا بهذا الشكل. طيب ممكن نستنسخ هذا النص بهذه المنطقة، طبعا نكتب رقم تليفون عشوائي، رقم عشوائي راح يكون باللون الابيض. جيد، وراح نصغر الحجم بهذه هذا الشكل. طبعا ممكن يصغر اكثر، ممتاز. الان طبعا هنا أنا راح نكتب الموقع العراق بغداد. مثل ما نلاحظ اصبح عندنا اعلان احترافي للسوشيال ميديا والخاص بالسياحة والسفر. تابعونا بالمحاضرات القادمة، راح ننزل اعلانات جديدة وبسيطة ايضا مع مرفقات احترافية بامكانكم تنزلوها مجانا. اهلا بكم، في هذا الفيديو راح نتعلم كيفية تصميم اعلان مطعم بشكل احترافي وبسيط على برنامج وورد، تابعونا. اهلا بكم من جديد. في البداية طبعا راح يكون هذا الاعلان هو للسوشيال ميديا، ويفضل اعلانات السوشيال ميديا تكون بمقاس مربع، وافضل مقاس مربع في الوورد هو 20 في 20 سنتيمتر. فنذهب الى قائمة تخطيط، ومن ثم الحجم، ومن ثم احجام الورق الاضافية، وطبعا راح يكون 20 للعرض و20 للارتفاع، ومن ثم موافق. راح نصغر قليلا من خلال علامة الناقص بهذه الطريقة. الان راح نضيف الباك جراوند من خلال ادراج صورة، راح نضيف هذه الخلفية باللون الاحمر، طبعا نضغط عليها كليك ايمن والتفاف النص، ومن ثم نختار خلف النص حتى نقدر نحرك الصورة بحرية. الآن من إدراج صورة راح نختار الصورة الأخرى اللي هي هذه الصورة رقم 2، وطبعا أيضا من تنسيق التفاف النص ونختار أمام النص، راح نكبر الصورة بهذه الطريقة. جيد، الآن من إدراج صورة راح نختار الصورة رقم 3، أيضا من التفاف النص أمام النص، وراح نكبر الصورة بهذه الطريقة. طبعا جيد، الآن أيضا من إدراج صورة راح نختار الصورة رقم 4، وطبعا من التفاف النص أمام النص، ايضا راح نكبر الصورة بحيث تكون بهذه الطريقة. الخطوة التالية راح نضيف صورة الهمبرجر من ادراج، وايضا صورة ايضا من التفاف النص امام النص بهذه الطريقة، طبعا بهذا الشكل، ممتاز. الان من ادراج مربع نص، رسم مربع نص، وراح نكتب، وطبعا راح نكبر حجم النص ونختار نوع خط وليكن هذا الخط، طبعا راح نكبر الحجم، وطبعا توسيط ايضا راح نكبر الحجم مثلا ممكن بهذه الطريقة. الان حتى نتخلص من لون الخلفية راح نروح الى تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة، والمخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي، راح نغير لون الخط، نختار مثلا لون ابيض، وطبعا برجر ممكن يكون لون اصفر بهذه الطريقة. وطبعا راح نضيف من ادراج اشكال، راح نضيف شكل بهذه الطريقة هنا، وراح يكون باللون مثلا الاسود او الاخضر، او لا بأس يكون باللون الاصفر بهذه الطريقة. والمخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي،
وممكن هذا النص نفسه نستنسخه، نستنسخ هذا النص طبعا، نضغط على كنترول ونبقى ضاغطين على كنترول ونسحب، راح نخليه باللون الأحمر. ونكتب عبارة تسويقية طبعا شفت وتاء بهذه الطريقة. طبعا لا بأس من تنسيق تأثيرات النص، ظل نختار مثلا هذا الظل، وأيضا هنا طبعا النص أيضا من تنسيق تأثيرات النص، ظل ممكن نختار هذا الظل أيضا ينطينا لمسة جيد. الآن من قائمة إدراج صورة راح نضيف صورة الدليفري، أيضا من التفاف النص أمام النص راح نصغر الصورة بهذه الطريقة طبعا، نخليها هنا، وطبعا راح نستنسخ هذا النص ونكتب رقم، طبعا رقم التوصيل وليكن رقم عشوائي، راح نغير الفونت بحيث يكون النص انجليزي بهذه الطريقة، وطبعا راح نختار اللون اصفر، ممكن يكون اصفر لطيف بهذه الطريقة وبهذا الشكل. ولا بأس ممكن نضيف عنوان، نصغر ونكتب مثلا بغداد الكرادة مثلا، لا على التعيين، عنوان يعني وهمي فقط للتصميم بهذا الشكل. ولا بأس أيضا يصغر شوية بهذا الشكل. الآن راح نحدد النص مع الرقم، طبعا نضغط على شيفت ونحدد الصورة، صورة الدليفري طبعا احنا ضاغطين على شيفت وحددناهم كلهم، راح ندنيهم بهذه الطريقة بحيث يكونن بهذا المكان. مثل ما نلاحظ الآن أصبح عندنا إعلان احترافي ومتقن بنفس الوقت. أهلا بكم، في هذا الفيديو راح نتعلم كيفية تصميم إعلان عقارات، وطبعا راح يكون بشكل احترافي وبسيط في نفس الوقت، تابعونا. اهلا بكم من جديد. في البداية راح نغير حجم التصميم الى مربع من خلال تخطيط، ومن ثم الحجم، ونختار احجام الورق الاضافية، وطبعا راح يكون الارتفاع 21 ايضا بنفس العرض. الان راح ندرج الخلفية الخاصة بالاعلان من ادراج صورة جيد. الان راح نضغط كليك ايمن، وطبعا من التفاف النص راح يكون خلف النص بهذه الطريقة. الان راح نضيف اشكال، مجموعة اشكال مثلا هذا الشكل بهذه الطريقة، وطبعا راح يكون لونه بهذا اللون، مخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي، راح يكون لونه افتح بهذه الطريقة، وطبعا ممكن شكل اخر، وطبعا راح يكون اصغر جيد. الان راح نضيف صورة خاصة بالعقارات ترمز الى العقارات، طبعا نضغط كليك ايمن على الصورة، ومن ثم التفاف النص ونختار امام النص، وطبعا راح نكبر هذه الصورة بهذه الطريقة تكون أجمل طبعا وأقوى. ننوه أن جميع هذه الصور المستخدمة في هذه المحاضرة ستكون متاحة للتحميل مجانا مع هذه المحاضرة. الآن راح نضيف الصور الخاصة بالغيوم من إدراج صورة، أيضا راح نضغط كليك أيمن، ومن التفاف النص راح نختار أمام النص بهذه الطريقة جيد. الآن راح نضيف النص الخاص بالإعلان من خلال إدراج مربع نص، ونختار رسم مربع نص، نكتب اسم المكتب بهذه الطريقة، طبعا راح نغير لون وطبعا نوع الخط وطبعا الحجم الخاص بالعنوان،
بهذه الطريقة طبعا، وطبعا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة، ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي. طبعا ممكن يكبر أكثر، يعني ممكن يكون 52. جيد، الآن راح نستنسخ النص وراح نكتب جملة تحفيزية. مثلا ممكن هذه الجملة تكون بهذه الطريقة بهذا المكان. ممكن نغير اللون، لون النص. ممكن نختار لون جوزي، يعني ممكن هذه الألوان مو مناسبة. ممكن نجي إلى ألوان إضافية، يعني ممكن نختار هذا اللون. وطبعا لا بأس أنه نضيف ظل، من ظل بهذه الطريقة. الآن ممكن طبعا نكبر هذا النص، ممكن يكبر بهذه الطريقة طبعا. ممكن يكون 50 أو ممكن يكون 60. جيد، الآن طبعا ممكن نضيف العنوان هنا، العراق بغداد. طبعا ممكن يصغر النص. طبعا ممكن نضيف أرقام للهاتف، أرقام عشوائية. مثل ما نلاحظ أصبح عندنا إعلان احترافي لمكتب عقارات. إن شاء الله يكون هذا الإعلان سهل وبسيط واحترافي في نفس الوقت. أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم إعلان لمدرسة أهلية، وسيكون الإعلان بسيط واحترافي بنفس الوقت. تابعونا. أهلا بكم من جديد. في البداية راح نغير حجم الإعلان، وراح يكون طبعا 20 في 20 سنتيمتر من خلال الضغط على تخطيط، ومن ثم الحجم، ومن ثم أحجام الورق الإضافية. طبعا راح يكون ممكن 20 أو 21 سنتيمتر، ومن ثم موافق. جيد، الآن راح نضيف الخلفية الخاصة بالإعلان من قائمة إدراج الصور. جيد، الآن راح نضغط كليك أيمن، ومن التفاف النص راح تكون خلف النص. طيب، راح نكبر الصورة بحيث تكون على ملء التصميم، ومن ثم راح نضيف الشخصية أو المودل الخاص بالطالب طبعا من قائمة إدراج صور. وطبعا هذه هي الشخصية اللي راح تكون محور الإعلان. طيب، طبعا نضغط كليك أيمن على الصورة، ومن ثم التفاف النص راح تكون أمام النص بهذه المنطقة. طبعا ممكن تعلى إلى الأعلى بهذا الشكل. الآن راح نضيف البنر الخاص به الأسفل من إدراج صورة، ومن ثم طبعا هذه الصورة. نضغط كليك أيمن، التفاف النص أيضا أمام النص، وطبعا راح نكبر الصورة بحيث تكون على ملء التصميم بهذا الشكل. طبعا ننزلها إلى الأسفل. جيد، الآن من قائمة إدراج صورة راح نضيف السكرايز الأخير اللي هو هذا، وطبعا أيضا كليك أيمن، التفاف النص أمام النص. إذا لاحظ أنه أصبحت بالأمام بهذا الشكل، ممتاز. الآن راح نخلي الصورة بهذه المنطقة، وطبعا من قائمة إدراج راح نضيف النصوص من خلال مربع نص، ومن ثم رسم مربع نص. مثلا راح نكتب خيض 25%. طبعا راح نغير الفونت وحجم الخط ونوع الخط. ممكن نختار هذا الفونت، نكبر حجم الخط هذا الشكل، ممكن لون احمر. وطبعا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة، مخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي، ممكن بهذه المنطقة. جيد، ممكن نستنسخ النص ونكتب طبعا مدارس السلطان. طبعا الاسم وهمي، يعني فقط لغرض الإعلان بهذا الشكل. راح نكبر حجم النص، وطبعا أكيد راح نغير لون النص بهذه الطريقة. طبعا ممكن السلطان تكون بمربع نص وحدها حتى نتحكم بها ونتخلص من تفاصيل ارتفاع
تباعد الأسطر. طيب راح يكون اللون طبعا أبيض، ومن تنسيق تأثيرات النص راح نختار ظل، مثلا هذا الظل. ممكن نصغر حجم النص قليلا بهذا الشكل، ممكن بعد نصغر. جيد، الآن راح نستنسخ مربع النص من خلال نضغط على كنترول ونسحب مربع النص. راح نضيف طبعا السلطان واللي راح تكون أيضا بيها ظل من خلال تنسيق تأثيرات، وطبعا نختار مثلا هذا الظل، ظل جيد ومناسب. ممكن طبعا نكبر مربع النص ونستنسخ مثلا بهذا الشكل، مثلا نكتب الأهلية. طبعا ممكن تصغر بهذا الشكل السلطان الأهلية. جيد، لا بأس انه نضيف شريط بهذا الشكل طبعا، ويكون مثلا ممكن ازرق او اصفر، او حتى ممكن يكون ابيض، يعني من تعبئة الشكل يكون لونه ابيض. وطبعا المخطط التفصيلي ممكن نختار شرط، مثلا نختار هذا المخطط التفصيلي ونعطيه لون احمر، ونكتب مثلا اطفالك بامان، او ممكن يكون اللون احمر مثلا بهذا الشكل، ونكتب مثلا اطفالك بامان. ممكن يصغر حجم النص بهذه الطريقه طبعا. وطبعا راح نضيف العنوان، نستنسخ من خلال الكنترول، نكتب مثلا بغداد عنوان وهمي الكرادة مثلا، وطبعا يكون بلون أسود بهذا الشكل. طبعا راح نستنسخ النص، طبعا نكتب هنا رقم الهاتف، طبعا أيضا يعني رقم وهمي بهذا الشكل. طبعا ممكن السكرايز ممكن تكبر بهذا الشكل يكون أجمل، وطبعا كلمة تخفيض أيضا ممكن نكبرها باعتبار أنه هي الجزء الأهم، 50% أو 25% راح تكون بمربع نص وحدة. طبعا ممكن يكون بالانجليزي يكون أجمل وألطف بهذا الشكل، تخفيض يكون بهذه المنطقة. طبعا ممكن يكبر يكون أجمل، وممكن يكون بالأسود. جيد، أيضا لا بأس رقم الهاتف ممكن يكون بالإنجليزي، طبعا رقم عشوائي بهذه الطريقة. إذا لاحظ إعلان بسيط وجميل بنفس الوقت. أهلا بكم، في هذا الفيديو راح نتعلم كيفية إنشاء تصميم خاص بمدرسة أهلية، أو هو تصميم خاص بالتعليم بشكل عام. تابعونا. أهلا بكم من جديد. طبعا هذا الإعلان وجميع الإعلانات الخاصة بالسوشيال ميديا، أفضل مقاس هو المقاس المربع. وطبعا راح نعمل مقاس مربع من خلال الذهاب إلى تخطيط، ومن ثم الحجم، ومن ثم نجي إلى أحجام الورق الإضافية. طبعا العرض 21 سنتيم، والارتفاع راح يكون أيضا 21 سنتيم، ومن ثم موافق. الآن راح ندرج الخلفية الخاصة بالتصميم، وننوه أن جميع الصور المستخدمة في هذا التصميم ستكون مدرجة ومرفقة مع هذا الفيديو، بإمكانكم تحميلها بشكل مباشر. طيب نضغط على هذه الصورة كليك أيمن، ومن ثم من التفاف النص نختار خلف النص حتى تكون الصورة حرة وقابلة للتحريك. طبعا راح تكون بهذه الطريقة. الآن راح نجي إلى إدراج صورة،
وطبعا راح نضيف هذه الصورة وهذه الشخصية حتى نحركها بسهولة. راح نضغط على كليك أيمن ومن ثم التفاف النص وراح تكون أمام النص. طبعا راح تكون بهذا المقاس، ممكن تكبر قليلا لكن هذا المقاس مناسب. جيد، الآن راح نضيف اسم المدرسة من خلال إضافة مربع نص، رسم مربع نص، وراح نكتب مثلا مدارس البراق الأهلية. طبعا راح نغير حجم ونوع الخط يصبح بهذه الطريقة، وطبعا من تنسيق التعبئة راح تكون بلا تعبئة، والمخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي. جيد، هذه هي الصورة. طبعا نضغط عليها كليك أيمن ومن ثم التفاف النص وتكون أمام النص، راح نكبرها بهذه الطريقة. جيد، الآن راح نخليها إلى الخلف من خلال نضغط عليها كليك أيمن وإرسال إلى الخلفية بهذه الطريقة. طيب، ممكن نستنسخ هذا النص وطبعا نكتب خصم بهذه الطريقة. طبعا ممكن أنه نصغر النص قليلا بهذا الشكل، وطبعا نستنسخ النص. طبعا ممكن نغير إنجليزي، وطبعا راح يكون بولد وبلون أبيض بهذا الشكل، وطبعا الخصم راح يكون بلون ممكن يكون أصفر اللي هو مقارب للون التيشيرت. جيد، الآن راح نكتب المميزات أو الامتيازات هنا بهذه الطريقة بهذه المنطقة. طبعا راح نصغر الحجم ونكتب مدرسين أكفاء. طبعا ممكن نضيف نص إضافي بهذه المنطقة مثلا النموذجية. ممكن يكون بهذا اللون اللي هو اللون الأزرق، وطبعا لا بأس انه ننطي ظل بهذه الطريقة. مثل ما لاحظ اصبح عندنا اعلان بسيط واحترافي بنفس الوقت. اهلا بكم، في هذا الفيديو راح نتعلم كيفية عمل بطاقة دعوة لحفل زفاف بطريقة بسيطة واحترافية بنفس الوقت. اهلا بكم من جديد. اولا لابد انه نغير مقاس التصميم من خلال تخطيط، ومن ثم الحجم، ومن ثم احجام الورق الاضافية. طبعا راح يكون الارتفاع 20 والعرض راح يكون 26. الان راح نضيف الخلفية الخاصة بالبطاقة من خلال ادراج صورة. الان كليك ايمن على الصورة، التفاف النص، وراح تكون خلف النص بهذه الطريقة. طبعا جيد، الآن من خلال إدراج وأشكال راح نضيف شكل. هذا الشكل راح يكون باللون الأبيض، من تنسيق راح يكون لون التعبئة أبيض، والمخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي بهذا الشكل طبعا وبهذه الطريقة. الآن راح نضيف الزخرفة الخاصة بالصورة من إدراج صورة. الآن من التفاف النص راح تكون أمام النص طبعا بهذه الطريقة. جيد، فقط يحتاج نضيف الشريط الفاصل ما بين الخلفية والشكل الأبيض من خلال إدراج صورة. طبعا هذا هو الشريط. أيضا من التفاف النص راح يكون أمام النص بهذا الشكل. طبعا راح نكبر. الآن راح نضغط كليك أيمن وطبعا إرسال إلى الخلف. الآن راح نضيف شكل دائرة هذا الشكل. طبعا هذه الدائرة لابد أن تكون بداخل الزخرفة بحيث لا تتجاوز الإطار الخاص بالزخرفة.
بهذا الشكل، وطبعا راح نملأها بصورة، صورة العريس. من تعبئة الشكل صورة، طبعا هذه هي الصورة بهذا الشكل. إذا لاحظ أن الصورة مضغوطة بشكل كبير، طبعا من تنسيق تنسيق الثانية واقتصاص نختار احتواء. جيد، الآن راح نضغط على الزخرفة، وطبعا راح نختار احضار الى المقدمة او الى الامام. جيد، الآن راح نضيف النصوص الخاصة ببطاقة الدعوة. طبعا راح نضيف شكل بهذه الطريقة طبعا، وراح يكون بلون تعبئة، وليكن هذا اللون. وطبعا من إدراج أو بشكل مباشر نكتب دعوة. طبعا من إدراج مربع نص، رسم مربع نص، ممكن نكبر الحجم. إذا لاحظ أنه أصبح عندنا بطاقة دعوة احترافية وجميلة وبسيطة بنفس الوقت. أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم بطاقة دعوة بطريقة احترافية وسهلة بنفس الوقت. أهلا بكم من جديد. في البداية راح نغير مقاس الورقة إلى قياس بطاقة الدعوة، وطبعا من قائمة التخطيط والحجم ننزل إلى أحجام الورقة الإضافية، وراح يكون العرض 10، الارتفاع راح يكون 13. جيد، الآن من قائمة إدراج صورة راح نضيف الباك جراوند الخاص ببطاقة الدعوة، وطبعا راح نضغط كليك أيمن ومن ثم التفاف النص أمام النص، راح تكون بهذه الطريقة بالحجم الكامل. جيد، الآن من قائمة إدراج صورة راح نضيف هذه الصورة، وطبعا راح نكبر الصورة ونضغط كليك أيمن التفاف النص، وراح نختار خلف النص، نكبر حجم الصورة بالكامل، وطبعا نضغط كليك أيمن ارسال الى الخلفية. جيد، الآن من قائمة إدراج مربع نص، رسم مربع نص، راح نكتب بهذه المنطقة بطاقة دعوة. راح نغير حجم وطبعا نوع النص، ممكن نختار اللون الأحمر، وطبعا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة، ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي. جيد، الآن راح نضيف النص بهذه المنطقة. طبعا راح نغير حجم النص واللون ونوع الخط، مثلا راح نختار الجزيرة وليكن. طبعا راح نصغر الحجم، طبعا نحدد النص بالكامل، ومن الصفحة الرئيسية نذهب الى هذا الخيار اللي هو تباعد الاسطر، وطبعا راح نختار 0.8. جيد، الان طبعا ممكن هذا النص الاسم يقتطع بهذه الطريقة طبعا، وطبعا نستنسخ هذا النص من خلال كنترول ونضيف بالنص، وطبعا اللون الأحمر ممكن يكون بهذه الطريقة. جيد، الآن مثل ما نلاحظ بطاقة دعوة لطيفة وبسيطة بنفس الوقت. أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس تصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم بطاقة دعوة بشكل احترافي وبسيط.
أهلا بكم من جديد. في البداية راح نغير حجم الورقة من قائمة تخطيط ومن ثم الحجم، ونختار أحجام الورقة الإضافية. راح يكون العرض 21 أو 20، والارتفاع أيضا 20، يعني القياس راح يكون مربع. ثم من قائمة إدراج صورة راح نضيف الباك جراوند الخاصة بالبطاقة. راح نضغط كليك أيمن على الصورة، ومن التفاف النص راح تكون خلف النص. راح نكبر الصورة بحيث تملأ الورقة. الخطوة التالية راح نضيف صورة للزخرفة بهذه المنطقة، ثم نستنسخها لتكون بهذه المنطقة. من إدراج صورة، وراح نضيف هذه الصورة. طيب راح نكبر صورة الزخرفة، ومن ثم كليك أيمن التفاف النص، وراح نختار أمام النص. راح نخلي الزخرفة بهذه المنطقة، لا بأس طبعا نكبرها أكثر بهذا الشكل. طبعا نضغط كنترول ونسحب الزخرفة حتى تستنسخ، ويفضل مع الكنترول نضغط شيفت حتى تنزل بنفس الاتجاه. طيب الآن راح نعكس اتجاه الزخرفة من قائمة تنسيق استدارة، وراح نختار انعكاس عمودي بهذه المنطقة. الآن راح نكبر التصميم، ومن إدراج مربع نص ورسم مربع نص راح نكتب دعوة. راح نغير حجم ونوع ولون النص من الصفحة الرئيسية، ممكن هذا الفونت. راح نكبر حجم الخط، ممكن يكبر بعد حجم الخط بهذا الشكل. الآن راح نختار لون وليكن هذا اللون. راح نفرغ المربع من اللون من تنسيق. تعبئة الشكل راح يكون بلا تعبئة، والمخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي. لا بأس انه يكبر حجم الخط بهذا الشكل، ممكن يعني يكون حجم كبير، ممكن 60. جيد. الآن راح نضيف التفاصيل أو النص الخاص بالبطاقة. من إدراج مربع نص ورسم مربع نص. طيب الآن راح ننسق النصوص. طبعا راح نظلل النص، وراح نغير نوع الخط، راح يكون توسيط. وطبعا لا ننسى أنه نغير الحجم أيضا. يفضل الأمور المهمة تكون بولد، يعني مثلا عنوان الكتاب راح يكون بولد، لا بأس أنه يصغر قليلا مثلا 15. وطبعا ممكن التاريخ والوقت وحتى العنوان أيضا يكون بولد بهذه الطريقة. طيب ممكن انه يكون لون اسود باعتبار مأخوذ من نفس هذا اللون، ممكن انه يتغير اللون. ممكن الامور المهمة نخليها بنفس لون كلمة دعوة بهذه الطريقة. وطبعا ممكن الحجم كله يكون 18 بهذه الطريقة. لطيف. الان من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة، ومن مخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي. مثل ما نلاحظ أصبح عندنا بطاقة دعوة جميلة ولطيفة بنفس الوقت. أهلا بكم. في هذا الفيديو راح نتعلم كيفية تصميم بطاقة دعوة لحفل زفاف بشكل احترافي وعلى برنامج وورد. تابعونا. أهلا بكم من جديد. في البداية راح نغير الحجم من خلال تخطيط، ومن ثم الحجم وأحجام الورق الإضافية. طبعا العرض راح يكون 26، والارتفاع راح يكون 20، ومن ثم موافق. جيد. الآن راح نضيف الخلفية الخاصة بالبطاقة من إدراج صورة. جيد. نضغط كليك أيمن والتفاف النص، وراح نختار خلف النص هذا الشكل. طبعا الآن راح نضيف زخرفة بهذه المنطقة من إدراج صورة. طبعا كليك أيمن التفاف النص أمام النص، وراح تكون بهذه المنطقة. جيد. الآن من إدراج أشكال راح نضيف هذا الشكل، راح نرسم شكل، وطبعا راح نقلبه بالاتجاه الآخر،
وطبعا ممكن انه بهذه النقطة الصفراء راح نغير من الاتجاه، راح يصل الى الاعلى والى الاسفل بهذا الشكل. جيد، الان راح نملأ هذا الشكل بالصورة من تنسيق تعبئة الشكل صورة، طبعا من تنسيق اختصاص، ومن ثم نختار احتواء، وراح نكبر الصورة بهذا الشكل، وطبعا نسحبها بهذه المنطقة فقط. انه من تنسيق، طبعا تنسيق الشكل الاولى، مخطط تفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي. جيد، ممكن نضيف صورة لبرواز من ادراج الصور بهذا الشكل، طبعا التفاف النص، ونختار امام النص، راح نكبر الصورة بهذا الشكل بهذا المقدار، وطبعا راح نسحبها الى اليمين بهذا الشكل. جميلة، الان راح نضيف العبارات. في البداية راح نضيف بطاقة دعوة طبعا بلا مخطط تفصيلي، وراح نختار مثلا هذا الشكل بهذه الطريقة، وراح نضيف نص من إدراج مربع نص، طبعا تعبئة بلا تعبئة ومخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي. طبعا ممكن نختار اللون، هذا اللون، جيد. الآن راح نضيف نص مربع نص، رسم مربع نص بهذا الشكل، جيد. طبعا من تعبئة راح يكون بلا تعبئة، ومن المخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي بهذا الشكل، وطبعا هذه الدعوة تكون بهذه المنطقة أجمل. جيد، الآن راح نضيف عبارة أخيرة، مثل ما نلاحظ أصبح عندنا بطاقة دعوة جميلة واحترافية بنفس الوقت. أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم بوستر لتي شيرت، طبعا بمناسبة الكريسماس في رأس السنة. تابعونا. أهلا بكم من جديد. في البداية راح نذهب إلى برنامج وورد، وطبعا نتأكد من القياس A4، من قائمة تخطيط، ومن ثم الحجم، ومن ثم طبعا A4. راح نضيف الصورة الخاصة بالتيشيرت من إدراج الصور، طبعا ممكن مننا نغير العرض حتى نشوف الصور. راح نضيف هذه الصورة بالبداية، مع العلم انه جميع هذه الصور راح تكون مرفقة مع هذه المحاضرة، فنضغط على إدراج. جيد، الآن طبعا هذه الصورة ممكن انه نكبرها بهذا الشكل، طبعا ممكن نضغط عليها كليك أيمن، التفاف النص، ونختار أمام النص، طبعا راح تكون بهذا المكان. جيد، الآن من قائمة إدراج أشكال راح نرسم دائرة، وطبعا هذه الدائرة يفضل أن تكون بنفس مقاس هذه الحلقة اللي باللون الجوزي، يعني ما تطلع زايد، وطبعا لتكون صغيرة بنفس المقاس هذا الشكل. طبعا الآن من تنسيق تعبئة الشكل صورة، نضغط على صورة العمل دون اتصال، طبعا راح نختار صورة هذا الطفل، راح تكون هي الصورة الخاصة بالبوستر. إذا لاحظ أن الصورة هي مضغوطة ومكبوسة، لابد أن نحررها من الضغط. من تنسيق الصورة، وطبعا نجي إلى اختصاص هذا الجزء، ونختار احتواء، نضغط على احتواء. جيد الآن، ولكن صغر حجمها، راح نكبرها بحيث تكون بنفس مقاس الدائرة، يعني كود تكون بهذه المنطقة، ممكن طبعا شوي نصغرها
بهذا الشكل. جيد، الآن طبعا راح نضغط كليك على صفحة. ممتاز، هذه الدائرة راح نضغط عليها كليك أيمن، وطبعا التفاف النص راح نخليها خلف النص، راح نخليها خلف النص حتى تكون خلف الصورة، الصورة الرئيسية. لا بأس انه بالاتجاهات انه نصغرها بهذا الشكل ممكن، وطبعا لا بأس انه نصغر حجمها، يعني لا بأس انه تصغر حجمها بهذا الشكل، تنزل شوية بهذه الطريقة. الآن من قائمة إدراج الصور راح نضيف هذه الصورة، وطبعا راح نضغط عليها كليك أيمن. طبعا لا ننتبه انه الكليك الأيمن يكون على الصورة، بما انه الصورة اختفت ما نقدر نحددها. راح نتراجع، طبعا نقدر احنا نحرك كل هذه الطبقات ونرجع على هذه الصورة، نضغط عليها كليك أيمن، التفاف النص ومن ثم أمام النص. هذه واحدة من الطرق، راح أتراجع Ctrl Z. الأفضل هو من إدراج صور أختار الصورة بشكل مباشر بدون أن أضغط على أي شيء، راح أذهب إلى تنسيق التفاف النص ومباشر أمام النص، راح تكون الصورة بهذه الطريقة جاهزة. راح أخليها بهذا المكان مثلا، ممكن طبعا تكون بهذا الشكل. جيد، الآن من قائمة إدراج مربع نص راح أجي إلى رسم مربع نص، وراح أرسم مربع نص وأكتب مثلا كل من الصفحة الرئيسية، راح أغير الفونت وليكون مثلا هذا الفونت، والحجم مثلا 28، راح اختار لون ابيض. اذا لاحظ انه الخلفيه لونها ابيض، من قائمه تنسيق تعبئه الشكل راح يكون بلا تعبئه، المخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي بهذا الشكل. ممتاز، الان طبعا ممكن نكبرها، يعني ممكن يصير 36، ممكن نكتب الرقم اللي هو 33. ممتاز، الآن راح أضغط على كنترول من الكيبورد، طبعا أبقى ضاغط على الكنترول وأخليها أنسخها، أخذ من عندها نسخة، وراح أغير كل عام أو كل سنة، ممكن أكبر مربع النص بهذا الشكل. طبعا أيضا راح أستنسخ، راح أكتب وأنت، أيضا راح أستنسخ أخليها بهذه المنطقة. ممكن طبعا أزيد المساحة ما بين الياء والباء من خلال شفت وحرف تاء بهذا الشكل. طبعا جيد، الآن طبعا كل سنة وانت طيب، مثل ما نلاحظ أصبح عندنا البوستر بهذه الطريقة. ممتاز، الآن طبعا بشكل مباشر نطبع هذا البوستر على التيشيرت بآلة طابعة التيشيرت، وهنالك تقنيات بطباعة البوستر على التيشيرت، فقط استخدام الورق اللاصق الخاص بطباعة البوستر. طبعا نطبع هذا التصميم بشكل مباشر بالطابعة على الورق الخاص اللاصق، وبعدين طبعا راح نلصق الورق على التيشيرت. ولكن لو حبينا نشوف التصميم شلون راح يكون على التيشيرت بشكل مباشر، اكو عندنا طريقة لعمل قالب تيشيرت بشكل متكامل بحيث نشوف التيشيرت وكأنما مطبوع بشكل حقيقي. طبعا اول خطوة لابد ان نحول هذا التصميم الى صورة، راح اضغط على علامة الويندوز وشيفت وحرف اس سوية، طبعا اضغطهن بشكل مباشر، اضغطهن سوية واخذ تصميم مثلا بهذا الشكل، يعني يفضل انه ما اخرج عن اطار الورقة، وطبعا هذا القياس يكفي. الان راح اذهب الى جوجل وراح اكتب حتى لو بالعربي فريبيك. ممتاز، فريبيك. اذهب الى مور بهذه الطريقة طبعا، ومن ثم اذهب الى موك اب جنريتر. جيد، الان طبعا انزل الى الاسفل واختار مثلا تيشيرت، او ممكن اختار هذا التيشيرت بشكل مباشر. طبعا اضغط على الفرونت، راح يطلب من عندي تحديد الصورة، راح احدد الصورة اللي تم عمل سكرين شوت لها من خلال اضغط الى
على image. طبعا اروح الى البيكتشر، ضروري اذهب الى البيكتشر او الصور، ومن ثم اذهب الى ملف اللي هو سكرين شوت. هذا الملف سكرين شوت هو نفس الملف اللي راح يتم بعمل السكرينات او السكرين شوت اللي تم عمله سابقا. فراح اضغط على هذه الصورة ومن ثم open. انتظر شوية بين ما يتم تحميل الصورة ووضعها على التيشيرت. جيد، طبعا مثل ما نلاحظ انه حجم الصورة كلش كبير، راح نصغر الصورة نخليها بهذه المنطقة. طبعا الصورة تحتاج انه تجي الى اليمين حتى تكون بالمنتصف، او لا بأس مكانها كان مضبوط ممتاز. ممكن شوية تصغر بعد. جيد، الان راح اضغط على done. بعد ما اكمل اضغط على done، مثل ما لاحظ انه الصورة اصبحت بالتيشيرت وراح تكون طبعا بهذا الشكل بعد الطباعة. اهلا بكم بمحاضرة جديدة من كورس التصميم على برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم ستوري احترافي باستخدام برنامج وورد، تابعونا. اهلا بكم من جديد. في البداية لابد انه نغير حجم الورقة بنفس حجم الستوري، وطبعا حجم الستوري المعروف هو 16 في 9 سنتيمتر. فنذهب الى قائمة تخطيط الصفحة ومن ثم الحجم، وطبعا احجام الورقة الاضافية راح يكون العرض هو 9 والارتفاع راح يكون 16 ومن ثم موافق. الان راح نضيف الخلفية او الباك جراوند الخاص بالستوري من خلال ادراج صورة. طبعا راح يتم ارفاق هذه الصور مع هذه المحاضرة. نختار الصورة الاولى وطبعا من ثم كليك ايمن على الصورة ومن ثم نختار خلف النص. راح نكبر الصورة بحيث تكون على كبر الورقة. الخطوة التالية هي تفريغ الصور بحيث تكون الصورة بالستوري مفرغة. وطبعا حتى نفرغ الصورة مهما كان شكلها ومهما كانت لون الخلفية راح نستخدم موقع يعتمد الذكاء الصناعي بتفريغ الصور. وحتى نفرغ الصور من خلال هذا الموقع راح نذهب الى جوجل وراح نكتب تفريغ الصور اونلاين. طبعا هنالك العديد من المواقع اللي تفرغ الصور بشكل اونلاين. طبعا من ضمن هذه المواقع هو هذا الموقع، طبعا نضغط عليه راح يطلب من عندنا انه نختار الصورة. طبعا راح نختار هذه الصورة حتى نفرغها وننتظر شوية بين ما يتم التفريغ بشكل مباشر. راح نضغط على تحميل الصورة بشكل مباشر، راح نحمل الصورة. طبعا راح نرجع الى برنامج وورد وراح نضيف الصورة الى الستوري من خلال ادراج الصور. جيد، الان طبعا هذه هي الصورة اللي تم تفريغها، راح نضيفها وطبعا راح نكبر حجمها ونضغط عليها كليك ايمن التفاف النص امام النص. راح نخليها بهذه المنطقة. طبعا جيد، الان من خلال ادراج صور راح نضيف هذا الاكساء حتى ينطي رونق الى الستوري. طبعا نحدده ومن تنسيق التفاف النص نختار امام النص وراح نكبر حجم الصورة بهذا الشكل. مثل ما نلاحظ تم إضافة رونق جميل إلى الستوري. الآن من إدراج صور راح نضيف هذا الشريط البانر اللي بالأسفل. أيضا من قائمة تنسيق التفاف النص نختار أمام النص وراح نكبر حجم البانر بهذا الشكل. الآن راح نضيف النصوص في هذه المنطقة من إدراج مربع نص، رسم مربع نص، راح نرسم بهذا الشكل. طبعا هذا النص وليكن مثلا، راح نغير الفونت الى مثلا هذا الفونت وراح نكبر حجم الخط مثلا ممكن بهذا الشكل. وطبعا من تنسيق تعبئة الشكل راح نلغي التعبئة، والمخطط التفصيلي راح نلغي المخطط التفصيلي، ومن الصفحة الرئيسية راح نختار لون النص ابيض بهذا الشكل. طبعا ونفس النص راح نستنسخه من خلال نضغط على كنترول، نبقى ضاغطين على كنترول راح نكتب مثلا محمد مثلا بهذا الشكل. راح نكبر النص
وطبعا راح نختار توسيط وراح نكبر مربع النص، وراح نختار لون مثلا نفس هذا اللون اللي هو اصفر بهذا الشكل. طبعا لا بأس انه نضيف مربع نص او نضيف تعبئة للشكل من خلال تنسيق تعبئة الشكل. اختار مثلا ممكن اللون الاحمر. مثل ما لاحظ اصبح عندنا ستوري جميل ولطيف. طبعا بامكاننا ان نضيف زر بسيط بالاسفل، مثلا هذا الزر راح نضيفه احنا هنا مثلا، نخليه بهذه المنطقة طبعا، وممكن انه يكون باللون الاصفر او الاحمر، وليكن مثلا الاصفر، والمخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي. وطبعا هذا النص راح نستنسخه من خلال الكنترول، وممكن نكتب سجل الان فقط، وطبعا نصغر الحجم، نختار اللون الاحمر الغامق مثلا طبعا بهذه المنطقة. مثل ما نلاحظ اصبح عندنا ستوري جميل واحترافي بنفس الوقت. اهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم شهادة تخرج احترافية وسهلة بنفس الوقت، تابعونا. اهلا بكم من جديد. في البداية راح نصغر العرض وراح نغير اتجاه الورقة الى افقي، وطبعا نتأكد ان المقاس يكون A4. من قائمة التخطيط نذهب الى الحجم، نتأكد ان A4، والاتجاه راح نختار افقي. راح نرجع نصغر العرض بهذه الطريقة. جيد، الان من قائمة ادراج صورة راح نضيف الباك جراوند الخاص بالشهادة، وطبعا راح نكبر عرض الصور. طبعا هذا هو الباك جراوند الخاص بالشهادة. راح نضغط كليك ايمن على الصورة، ومن التفاف النص راح نختار خلف النص حتى الصورة تكون كخلفية باك جراوند للشهادة. الان راح نضع الصورة بكبر حجم الورقة بهذه الطريقة. طبعا الان حتى نضيف المخطوطة الخاصة بالشهادة لابد ان نضغط على اسكيب حتى نتخلص من التحديد، ومن ثم من ادراج صور راح نضيف هذه المخطوطة، نضغط عليها كليك ايمن، ومن التفاف النص نختار امام النص. راح نصغر المخطوطة حتى تكون بهذه المنطقة. الان من ادراج مربع نص، رسم مربع نص، راح نضيف مربع نص بهذه المنطقة، وراح نضيف النص الخاص بالشهادة. طبعا هذا هو النص الخاص بالشهادة. راح ننسق النص من خلال انه نكبر الحجم، وطبعا نختار فونت وليكن هذا الفونت. جيد، الان راح نضع الاسم بالاسفل بسطر جديد، وطبعا راح نختار حجم وليكن مثلا 22، وطبعا اسم المتدرب راح يكون بالمنتصف، وراح يكون بحجم كبير وليكن مثلا 48 بهذه الطريقة. طبعا جيد، الان كل النصوص راح تكون بالمنتصف، وطبعا نضغط على مربع النص من تنسيق تعبئة الشكل راح يكون بلا تعبئة، والمخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي. راح نختار لون للاسم، ويفضل ان يكون لون من ضمن هذه الفئة، طبعا من الصفحة الرئيسية من صندوق الالوان راح نختار مثلا هذا اللون، او لا بأس يكون هذا اللون اللي هو ضمن التدرجات الخاص بالبرونز. جيد جدا، الان لا بأس انه نقلل من ارتفاع الاسطر من خلال نختار مثلا هذا الارتفاع. جيد جدا، الان راح نذهب الى ادراج مربع نص، رسم مربع نص، وراح نرسم بهذه الطريقة مربع نص جديد، ونكتب مثلا بهذه الطريقة. راح نذهب الى تخطيط الصفحة، وطبعا راح نضغط على توسيط، ونختار فونت معين وليكن هذا الفونت، وطبعا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة، والمخطط راح يكون بلا مخطط تفصيلي. طبعا لا بأس انه من الصفحة الرئيسية راح نقلل من ارتفاع تباعد الاسطر، وراح نكبر الخط الى مثلا 14، وطبعا ايضا تباعد الاسطر كبير، من هذا الخيار نختار تباعد الاسطر او خيارات تباعد الاسطر، وطبعا من مفرد راح نخليها متعدد،
وراح نكتب القيمة 0.8 أو 0.7. جيد الآن، وطبعا في هذه المنطقة راح نضع التوقيع. فقط تبقى أن نضيف العلامة أو الليبل الخاص بالشهادة من إدراج صور. راح نضيف هذه الصورة طبعا ونضغط كليك أيمن، ومن التفاف النص راح نختار أمام النص بهذه المنطقة طبعا بهذا الشكل. طبعا فقط أنه نستنسخ هذا النص من خلال نضغط على كنترول ونسحبه بهذه المنطقة. وطبعا ممكن نكتب الرقم التسلسلي أو بالإنجليزي نكتب SN اللي هو Serial Number، وطبعا راح نضيف رقم تسلسلي للشهادة، مصدر ثقة للشهادة. طبعا لا بأس أن التوقيع يكون بالمنتصف بهذه الطريقة. مثل ما لاحظ شهادة شكر احترافية ومتقنة بنفس الوقت. أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة سنتعلم كيفية تصميم شهادة شكر وتقدير بشكل احترافي. أهلا بكم من جديد. في البداية راح نغير اتجاه الورقة إلى أفقي من خلال تخطيط قائمة تخطيط، ومن ثم الاتجاه، ثم نختار أفقي. أيضا نتأكد من الحجم A4 من الحجم، ونتأكد أن الحجم A4. الخطوة التالية راح نضيف الباك جراوند الخاص بالشهادة من قائمة إدراج صورة. طبعا هذا هو الباك جراوند الخاص بالشهادة. راح نضغط كليك أيمن على الصورة التفاف النص، وراح نختار خلف النص. راح نكبر الصورة على كبر حجم الورقة بهذه الطريقة طبعا. جيد الآن راح نضيف المخطوطة الخاصة بالشكر والتقدير بهذه المنطقة من خلال إدراج صورة، وراح نختار شكر وتقدير. راح نضغط على المخطوطة كليك أيمن، ومن ثم التفاف النص، نختار أمام النص. راح نصغر الحجم بهذه الطريقة طبعا. جيد الآن من قائمة إدراج مربع نص، وراح نضيف رسم مربع نص، راح نضيف مربع نص خاص بالاسم، طبعا اسم افتراضي. من الصفحة الرئيسية راح نكبر الحجم، طبعا راح نغير نوع الخط مثلا بهذا الشكل، ممكن هذا الخط ممكن جميل، وطبعا لا بأس ممكن يكون 38. ممتاز. من تنسيق تعبئة الشكل راح نختار بلا تعبئة، المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي بهذا الشكل. طبعا ممكن نكبر شكر وتقدير بهذه الطريقة. ممكن نختار لون أحمر طوخ مثلا، ممكن بهذه الطريقة. جيد الآن راح نستنسخ هذا النص، هذا النص اللي بالأسفل. راح نغير الحجم، راح نخلي مثلا 36، وراح نخلي اللون أسود، وطبعا نوسع مربع النص، وراح نكتب تفاصيل الشكر، وطبعا راح نختار توسيط بهذا الشكل. جيد الآن طبعا ممكن أن نغير بالأماكن بهذه الطريقة، يعني نغير توزيع النصوص. الآن راح نضيف التاريخ والتوقيع بهذه المنطقة. راح نستنسخ هذا النص طبعا من خلال نضغط على كنترول ونسحب. طبعا راح نصغر النص، ممكن يكون 20، وطبعا أسود، ممكن يكون توسيط. طبعا راح نصغر مربع النص بهذا الشكل، وطبعا راح ننزل فقط. يحتاج ان نقرب الاسطر من خلال الصفحة الرئيسية، نضغط على هذا الخيار اللي هو تباعد الاسطر، خيارات تباعد الاسطر، وطبعا راح نختار 0.9 مثلا. جيد طبعا هذا راح يكون مكان للتوقيع،
وطبعا ممكن يكون 18 ايضا مناسب. بهذه الطريقة طبعا راح نستنسخ هذا مربع النص من خلال كنترول، خليه بهذه المنطقة، وطبعا راح نكتب هنا التاريخ، وبالاسفل راح نضيف تاريخ آلي. من خلال نذهب الى قائمة ادراج، ومن ثم نختار التاريخ والوقت، وطبعا نختار تحديث تلقائي وموافق. جيد، الان مثل ما نلاحظ انه اصبح عندنا التاريخ يحدث نفسه، وطبعا هذا راح يكون قالب خاص بالشكر والتقدير، بامكاننا نستخدمه لاكثر من شهادة. بهذه المنطقة ممكن نضيف الشعار الخاص بالمؤسسة، او ممكن نكتب اسم الشركة بشكل مباشر. راح استنسخ النص، راح اخلي لون النص ابيض مثلا بهذه الطريقة. جميل. ايضا ممكن انه نقلل من ارتفاع التباعد الاسطر من خلال خيارات تباعد الاسطر، وطبعا نختار 0.7. جيد. الان ممكن نمد كلمة الرونق. مثل ما نلاحظ التصميم جميل وبسيط بنفس الوقت. اهلا بكم، في هذه المحاضرة راح نعمل تصميم لعيد ميلاد، وطبعا راح يكون احترافي وبسيط بنفس الوقت على برنامج وورد. تابعونا. اهلا بكم من جديد. في البداية راح نغير الحجم الى حجم راح يكون 20×25 سنتيمتر للارتفاع، طبعا من قائمة التخطيط والحجم، ومن ثم احجام الورق الاضافية. العرض راح يكون 20، والارتفاع راح يكون 25 سنتيمتر، ومن ثم موافق. طيب الان راح نضيف صورة اللي هي الخلفية من خلال ادراج صورة، وليكن هذه الصورة. جيد. الان كليك ايمن، وطبعا التفاف النص، وراح نختار خلف النص. راح نكبر الصورة ونخليها على ملء التصميم بهذه الطريقة. طبعا ممكن طبعا سحبها بهذه الطريقة. الان راح نضيف الاشرطة والزخرفة الخاصة بالتصميم من خلال ادراج صورة. طبعا هذه هي الاشرطة، راح نضغط عليها كليك ايمن، راح نختار امام النص. ايضا راح نكبرها بهذه الطريقة، طبعا لا بأس ممكن تكون بهذا الشكل. الان راح نضيف الاطار الخاص بالصورة من خلال ادراج صورة، وطبعا من التفاف النص راح نختار امام النص. جيد. الان طبعا ممكن تكون بهذا المكان مناسب. الان راح نضيف شكل مستطيل بهذه الطريقة، طبعا يكون بمنتصف الاطار، يعني يكون ما يتجاوز الاطار. وهذا الشكل المستطيل او المربع راح نملأ بالصورة من خلال تنسيق تعبئة الشكل، ومن ثم صورة العمل دون اتصال. طبعا نختار هذه الصورة. اذا لاحظ ان الصورة مضغوطة جدا، فمن تنسيق الصورة اختصاص نختار احتواء بهذا الشكل طبعا، ونكبر حجم الصورة وننزلها الى الاسفل. الان جيدة. الان ومن تنسيق المخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي. الان هذا الشكل المربع من قائمة التنسيق الاولى، ومن ثم ارسال الى الخلف. راح يتم ارسال الصورة خلف الاطار، راح تكون بهذا الشكل. الان راح نضيف النص من خلال ادراج مربع نص. راح نكتب النص، طبعا راح نكبر النص، وراح نختار حجم ونوع خط بلا مخطط تفصيلي بلا تعبئة، وطبعا راح نختار لون ابيض او اصفر او الابيض. راح نستنسخ النص، طبعا راح نصغر حجم النص، وراح يكون ابيض.
طبعا ممكن من إدراج ونضيف شكل بلون مثلا هذا اللون الماروني مثلا بلا مخطط تفصيلي، وطبعا إرسال إلى الخلف بهذا الشكل. مثل ما نلاحظ أصبح عندنا تصميم لعيد ميلاد احترافي وبسيط بنفس الوقت. أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم غلاف كتاب بطريقة سهلة واحترافية بنفس الوقت. أهلا بكم من جديد. طبعا في هذه المحاضرة والمحاضرات السابقة استخدمنا طرق عديدة لتصميم غلاف كتاب، وطبعا كل هذه الطرق هي باستخدام الخلفية أو الباك جراوند. تم اختيار العديد من الخلفيات، وطبعا هذه الخلفيات تصلح لأن تكون أغلفة كتب احترافية، وطبعا استخدامها بسيط وسهل بنفس الوقت. بهذه المحاضرة أيضا راح نصمم بنفس الطريقة، ولكن راح نعتمد أسلوب جديد من الخلفيات اللي هي طريقة الغيوم. طبعا من قائمة إدراج صورة راح نضيف هذه الصورة، طبعا الصورة الخاصة بالغلاف، نضغط عليها كليك أيمن، ومن التفاف النص أمام النص. طيب راح نكبر الصورة بهذه الطريقة وبهذه المنطقة، طبعا فقط نتأكد من تخطيط الحجم هو A4. ممتاز. الآن من قائمة إدراج الصور راح نضيف الخلفية الخاصة بالغيوم، راح نضغط كليك أيمن على الخلفية أو على الصورة، ومن ثم التفاف النص ونختار أمام النص. جيد، الآن راح نكبر الصورة بهذه الطريقة طبعا على كبر الورقة، وطبعا راح ننزلها إلى الأسفل ممكن بهذه المنطقة. جيد، الآن مثل ما نلاحظ أنه تم تغطية نهاية الصورة من الأعلى بواسطة هذه الغيوم، وطبعا ينفع هذا الغلاف أن يكون للكتب الدينية أو الروحانية أو الإسلامية بشكل عام. وطبعا بإمكاننا أن نكمل الغلاف، راح نضيف عنوان للغلاف من إدراج مربع نص، وطبعا رسم مربع نص، راح نكتب الحج رحلة إلى الله، طبعا راح نكبر حجم الخط، وطبعا راح نختار نوع خط بهذه الطريقة طبعا، فقط احتاج ان نوسع مساحة مربع النص، وطبعا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة مخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي بهذه الطريقة طبعا. وأيضا لا بأس أنه ممكن يكون 66 الحجم، توسيط. ممكن نختار لون اللي هو مثلا ممكن لون الجوزي، ممكن هذا اللون. وطبعا من تنسيق تأثيرات النص ظل، ممكن نضيف ظل، يعني ممكن هذا الظل. جميل، بهذه الطريقة طبعا. ممكن من إدراج نضيف شكل مستطيل، وطبعا ممكن الشكل المستطيل يكون باللون الأسود، وطبعا من المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي، طبعا راح نكبر مربع النص، وراح نستنسخ النص، نكتب مثلا تأليف محمد سلامي مثلا، اسم عشوائي، ممكن يكون 30 الحجم، وطبعا لا بأس انه نصغر مربع النص بهذه الطريقة طبعا، وممكن يكون اللون ابيض، وطبعا راح نصغر المستطيل بهذه الطريقة. مثل ما نلاحظ أصبح عندنا غلاف كتاب لطيف وبسيط بنفس الوقت. أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. طبعا في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية معالجة وتصميم صور المنتجات، وعلى سبيل المثال صور هذا المنتج وهذه الحقيبة. تابعونا.
طبعا نوصيكم بالاشتراك بالقناة وضغط على زر اللايك وتفعيل الجرس، وأيضا طبعا كتابة تعليق للاشتراك بالسحبة الخاصة بالكورسات الاحترافية المدفوعة، طبعا راح نمنحها لكم بشكل مجاني هدية من منصة عالم بهاء الاحترافي. أهلا بكم من جديد. طبعا راح نصمم هذه الحقيبة وراح نضيفها إلى باك جراوند منصة احترافية. قبل كل شيء لابد أن نفرغ الخلفية الخاصة بهذه الحقيبة، فنذهب إلى جوجل ونكتب تفريغ الخلفيات أو تفريغ الصور بالذكاء الاصطناعي. نختار أي واحد من هذه المواقع، مثلا هذا الموقع، نجرب هذا الموقع ونشوف. ممكن هذا واحد من المواقع، ممكن نجرب هذا الموقع، والموقع الأول نفتحن. هذا الموقع طبعا ممتاز، نجربه. نختار تحميل الصور، طبعا راح اختار صور الحقيبة وانتظر حتى يتم تفريغ الخلفية بالذكاء الاصطناعي واضغط على تحميل. ممتاز. الآن راح اذهب الى برنامج وورد وراح اغير الحجم الى حجم مربع من خلال تخطيط وطبعا الحجم، احجام الورق الاضافية طبعا 21 سنتيم، ممكن راح اخليه 20، والارتفاع ايضا 20، اذا كان بالانج ممكن يكون 10 انج في 10 انج. موافق. جيد. الان راح اضيف الصورة الخاصة او الباك جراوند الخاص بالمنتج من خلال ادراج صورة. طيب طبعا هذه هي الصورة، وراح اضغط عليها كليك ايمن التفاف النص، ومن ثم ممكن يكون خلف النص. طبعا راح اكبر الباك جراوند بحيث يملأ الملف بهذا الشكل. الان من قائمة ادراج صورة، وراح اضيف الحقيبة اللي تم تفريغها طبعا. جيد. الان راح اضغط عليها كليك ايمن التفاف النص امام النص، وطبعا ممكن اصغر الحقيبة واخليها بهذه المنطقة. جيد. الان راح اضيف الظل من خلال ادراج صور، طبعا هذا الظل اللي راح يكون بالتصميم. جيد. الان طبعا بشكل مباشر من تنسيق التفاف النص امام النص، ممكن يكون امام النص، وطبعا راح اكبس الظل خليه بهذه المنطقة، وراح اضغط كليك على الحقيبة ومن ثم كليك ايمن واختار احضار الى المقدمة بحيث الظل يكون الى الامام بهذه الطريقة. طيب طبعا ممكن صورة الظل راح اخليها بهذه المنطقة، واخلي الحقيبة بهذا المكان، وطبعا ممكن بهذا الشكل يكون أفضل. الآن من قائمة إدراج الصور راح أضيف هذه الزخرفة أو الفيكتور، تسمى فيكتور، من تنسيق التفاف النص أمام النص، وراح أخليها مثلا بهذه المنطقة، طبعا ممكن نكبرها بهذا الشكل. جيد. الآن طبعا ممكن انه تنزل الى الاسفل، وطبعا نضغط على الحقيبة ايضا مرة اخرى احضار الى المقدمة. جيد. الان من قائمة ادراج مربع نص، رسم مربع نص، وراح نكتب مثلا بهذه المنطقة حقائب، طبعا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة، المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي، راح نغير الفونت، نختار مثلا هذا الفونت، ونختار مثلا حجم، مثلا هذا الحجم، وليكن راح يكون باللون الأبيض أو الأصفر لا بأس الخيار. إنه من قائمة تنسيق تأثيرات النص، ممكن طبعا نضيف ظل للنص، مثلا ممكن هذا الظل. ممتاز. ممكن طبعا نكبر الحجم، 26 يصير 30، نكبر مربع النص بهذه الطريقة.
ممكن نختار لون أغمق مثلا اللون البرتقالي، أو ممكن يبقى نفس اللون كما هو. جيد، طبعا راح نستنسخ النص من خلال كنترول، نضغط على كنترول ونسحب، وراح اكتب مثلا كريستاله، حقائب كريستاله. طبعا راح اكبر حجم النص، طبعا كلش كبير صار، ممكن يصغر، ممكن يصير 55. ممتاز بهذه المنطقة، وحتى ممكن يكون 60 لا بأس، وطبعا اللون يكون أبيض بهذه الطريقة. ممكن انه نميل النص قليلا بهذه الطريقة، طبعا ممكن أقل شوية أو لا بأس، طريقة الإمالة لطيفة. مثل ما نلاحظ أصبح عندنا التصميم بهذه الطريقة، طبعا بهذه الطريقة كان، بهذا الشكل كان، وبهذه الطريقة أصبح. مثل ما نلاحظ التصميم احترافي جدا وبسيط بنفس الوقت. بهذه الطريقة نقدر نعالج جميع المنتجات ونصممها بهذا الشكل. طبعا جميع هذه المرفقات راح يتم إرفاقها مع هذه المحاضرة. أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم شهادة تخرج بمستوى احترافي على برنامج وورد. تابعونا. أهلا بكم من جديد. طبعا أفضل مقاس لشهادات التخرج هو مقاس A4، وطبعا يفضل أن يكون أفقي. فنذهب إلى قائمة تخطيط حتى نتأكد من المقاس هو A4. طبعا من الحجم نختار A4، ومن الاتجاه نختار أفقي، راح يكون اتجاه الورقة بشكل أفقي. طيب ممكن طبعا نكبر العرض من خلال نضغط على كنترول ورولة الماوس، أو من خلال نضغط على هذا الخيار اللي هو الزائد والناقص، طبعا راح تصغر العرض والزائد يكبر العرض. طيب الآن راح نضيف الباك جراوند الخاص بالشهادة من خلال قائمة إدراج صور. طبعا هذه هي الباك جراوند الخاص بالشهادة، وطبعا هذه الصور راح تكون مرفقة مع هذا الفيديو. الآن راح نضع هذه الشهادة بالخلفية من خلال الضغط على الصورة كليك أيمن، ومن ثم التفاف النص ونختار خلف النص. راح نكبر الصورة ونضعها بالركن الأعلى، طبعا راح نكبرها بحيث تكون على ملأ الورقة. جيد. الآن من قائمة إدراج الصور راح نضيف هذه المخطوطة الخاصة بها الشهادة. طبعا ما نقدر نحركها، لابد نعمل لها التفاف النص من خلال كليك أيمن التفاف النص، وراح نختار أمام النص. طبعا الباك جراوند كان خلف النص والشهادة أصبحت أمام النص. جيد. الآن راح نضيف النص أو محتوى الشهادة من خلال إضافة مربع نص، طبعا من قائمة إدراج مربع نص ورسم مربع نص. راح نضيف مربع نص بهذه المنطقة وراح نكتب محتوى الشهادة. طبعا تم تجهيز هذه النصوص للسرعة والاختصار وقت الفيديو. طيب الآن راح ننسق هذا النص من الصفحة الرئيسية، طبعا نضغط على قائمة توسيط ونختار الحجم مثلا 22، وطبعا راح نختار نوع خط وليكن هذا الخط. جيد. الآن مثل ما نلاحظ طبعا مربع النص بخلفية لون أبيض وبإطار، طبعا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة، والمخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي. جيد. الآن راح نحدد الباك جراوند ونضغط على شيفت ونحدد الشهادة، نضغط على شيفت ونحدد هذا النص. نلاحظ انه جميع المكونات تم تحديدها. راح نذهب إلى قائمة تنسيق
ومن ثم محاذاة، ونختار إلى الوسط حتى كل التفاصيل راح تكون متوسطة. جيد الآن، طبعا محمد علي فاضل الاسم راح نكبره قليلا ونعطيه لون أحمر بهذا الشكل. جيد الآن، طبعا لا بأس من كلمة والتي تنزل بالأسفل وبهذه الطريقة. طبعا ممكن طبعا نضيف تكملة للشهادة. بهذا الشكل طبعا. الآن من قائمة إدراج مربع نص، رسم مربع نص، طبعا راح نضيف مسؤول الأكاديمية مثلا المدرب. طبعا من الصفحة الرئيسية راح نختار حجم خط وليكن 14، وطبعا راح نختار نوع خط، ومن ثم طبعا توسيط. من قائمة تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة، المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي. ممتاز، الآن بهذا الشكل طبعا. جيد، الآن راح نحدد هذا النص، مربع النص راح نحدده ونضغط على كنترول. طبعا نبقى ضاغطين على كنترول ونخلي الماوس على الإطار الخاص بمربع النص، هذا الإطار. وطبعا مع الاستمرار بالضغط كنترول وراح نسحب النص حتى نستنسخه، وراح نكتب مثلا هنا أكاديمية التطوير القيادي لإعداد جيد الآن. طبعا أيضا بنفس الطريقة راح نضغط على كنترول وطبعا راح نسحبها إلى اليسار بهذا الشكل. طبعا راح نترجم هذا النص باستخدام جوجل. وطبعا راح نلصق النص بعد الترجمة. راح فقط نقلص الارتفاع، ارتفاع الأسطر من الصفحة الرئيسية. تباعد الأسطر طبعا ممكن يكون واحد، أو ممكن من خيارات تباعد الأسطر نختار متعدد ونكتب مثلا 0.8. ممتاز، الآن بهذا الشكل. جيد، طبعا ممكن هذا الجزء الأول نعطي بولد بهذه الطريقة. أيضا طبعا ممكن نستنسخ النص بهذا المكان ونكتب مثلا s.n خط فاصل مثلا 0056 اللي هو الرقم التسلسلي. طبعا ممكن يكون بهذه المنطقة، ممكن يكون بنفس المنطقة بنفس مكانه، فقط نلغي من عند البولد بهذا الشكل. جيد الآن، الآن طبعا راح نستنسخ هذا النص، نضغط على كنترول ونسحبه مثل ما تعلمنا. وطبعا راح نكتب أكاديمية، طبعا راح يكون باللون الأبيض. ممكن طبعا نكبر حجم 16 يكون بهذا الشكل. طبعا راح نقلص مربع النص وراح نكتب هنا التطوير. طبعا ممكن التطوير تكبر، يعني أكاديمية ممكن تصعد والتطوير أيضا ممكن تصعد. وطبعا راح نستنسخ أكاديمية مثل ما تعلمنا بالكنترول القيادي بهذه الطريقة. نحاول طبعا نصعد النصوص
ممكن طبعا الياء تكون بها مادة من خلال نضغط على شفت وتاء. طبعا فقط نحرص انه مثل ما نلاحظ اصبح عندنا شهادة تخرج احترافية وبسيطة بنفس الوقت. اهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم شهادة تقدير، وطبعا راح تكون بشكل احترافي وسهل بنفس الوقت. تابعونا. اهلا بكم من جديد. طبعا راح تكون هذه الشهادة بشكل عمودي، وطبعا افضل مقاس للشهادات هو مقاس A4. فنذهب من قائمة التخطيط ومن ثم الحجم، نتأكد انه المقاس A4، وطبعا راح يكون الاتجاه عمودي اللي هو الافتراضي. طيب الان من قائمة ادراج صورة، طبعا للتنويه هذه الصور راح يتم ارفاقها مع هذه المحاضرة، بامكانكم ان تحملوها مجانا. طيب الان راح نضيف الباك جراوند اللي هي هذه الصورة ومن ثم ادراج. طبعا حتى نحرك هذه الصورة لابد انه نعمل لها التفاف النص، وبما انه هي هذه باك جراوند فيفضل ان يكون التفاف النص هو خلف النص، فنضغط كليك ايمن ومن ثم التفاف النص ونختار خلف النص. الان راح نكبر الصورة بكبر حجم الورقة، هذه هي الطريقة طبعا. ممتاز. الان من قائمة ادراج صورة راح نضيف المخطوطة الخاصة بشهادة تقدير، طبعا راح نضغط عليها كليك ايمن ونعمل لها التفاف النص اللي هو امام النص، وطبعا راح نصغرها بهذا الحجم، ممكن طبعا تصغر اكثر بهذا الشكل. الان من قائمة ادراج صورة راح نضيف طبعا هذه الزخرفة، وطبعا ايضا نضغط عليها كليك ايمن ومن ثم التفاف النص ونختار امام النص حتى تكون بالامام، وطبعا حتى نحركها بحرية. الان راح نصغرها، طبعا ممكن تكون بهذا الشكل. جيد. الان طبعا بامكاننا ان نضغط على شفت نحدد الصورة الرئيسية، وطبعا نبقى ضاغطين على شفت ونحدد الشهادة، مخطوطة الشهادة ومن ثم الزخرفة. ومن قائمة تنسيق نذهب الى محاذاة ونختار محاذاة الى الوسط حتى نتأكد انه كل المحتويات بتوسيط الورقة. الان من قائمة ادراج راح نضيف مربع نص حتى نضيف محتوى الشهادة، طبعا بهذه هي الطريقة. طبعا تم كتابة المحتوى اختصارا لوقت الفيديو. طيب الان راح ننسق هذا المحتوى من خلال نضغط على Ctrl A، وطبعا من الصفحة الرئيسية راح نختار مثلا 16 أو 22، وطبعا راح نختار نوع خط وليكن مثلا هذا الخط، ومن ثم توسيط، لا بأس انه يكون حجم الخط 24. الان من قائمة تنسيق تعبئة الشكل راح يكون بلا تعبئة، المخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي. الان راح نحدد الباك جراوند وشفت ونحدد النص، وطبعا من قائمة تنسيق محاذاة الى الوسط بهذه الطريقة. راح نكبر اسم الشخص من خلال الضغط على تحجم النص وليكون بهذا الشكل، وراح يكون طبعا باللون الاحمر بهذا الشكل. لا بأس طبعا نكبر حجم النص، ممكن يكون 26 بهذه الطريقة. الآن من قائمة إدراج صورة راح نضيف هذه الصورة طبعا، وراح نعمل لها التفاف النص، كليك أيمن ونختار أمام النص، طبعا راح نصغرها ويكون بهذا الحجم، وراح نضيفها بهذه المنطقة طبعا. الآن من قائمة إدراج مربع نص، رسم مربع نص، طبعا راح نرسم بهذا المكان مربع نص، وراح نكتب شركة، طبعا راح نكبر الخط وراح
نختار نوع خط آخر، وليكن طبعا هذا نوع الخط. من قائمة تنسيق تعبئة الشكل راح يكون بلا تعبئة، المخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي، ممكن يكون حجم النص بهذا الحجم. طبعا راح نضيف هذه العبارة في هذه المنطقة، راح نضغط على كنترول، وطبعا مع الاستمرار بالضغط على كنترول ونسحب حتى يتم الاستنساخ، او ممكن نعمل كوبي بيست للنص. وطبعا راح نكتب المجتهد، هذا الشكل. لا بس انه طبعا تصغر النصوص، يعني ممكن يكون حجم 16، المجتهد ممكن تصعد. ايضا طبعا راح نستنسخ الكلمة، وراح نغير السطر الثالث الى العربي، وممكن يكون 16. طبعا فقط ننسق الاماكن، بهذا الشكل مثل ما نلاحظ. الان ممكن طبعا نستنسخ هذا النص من كنترول، طبعا نخليه بهذه المنطقة، ونكتب مثلا طبعا ممكن يكون حجم الخط 16 وتوسيط بهذا الشكل. بهذه الطريقة طبعا. وطبعا لا بأس انه نضيف تاريخ، مثلا تاريخ عشوائي. وطبعا بهذه المنطقة راح يكون التوقيع. مثل ما نلاحظ أصبحت عندنا شهادة تقديرية احترافية وبسيطة بنفس الوقت. أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم شهادة احترافية باستخدام برنامج وورد بشكل سهل ومتقن بنفس الوقت. تابعونا. أهلا بكم من جديد. في البداية راح نتأكد من الحجم A4، ومن اتجاه الورقة راح يكون أفقي. نذهب إلى قائمة تخطيط، ومن ثم طبعا من الحجم نتأكد من الحجم A4، وراح نختار الاتجاه أفقي. راح نذهب إلى قائمة إدراج حتى نضيف الباك جراوند الخاص بالشهادة، ومن ثم طبعا صورة. راح نضيف هذه الصورة، وطبعا راح نضغط كليك أيمن على الصورة، التفاف النص، وراح نختار خلف النص. راح نكبر الصورة على كبر الورقة بهذه طبعا الطريقة. راح فقط انه يكون باليمين المحاذاة. جيد. الان راح نضيف المخطوطة الخاصة بالشهادة. طبعا يجب ان نضغط اسكيب من الكيبورد، ومن ثم ادراج صورة، ونختار هذه الصورة. نضغط كليك ايمن على الصورة، ومن ثم التفاف النص راح يكون امام النص. راح نصغر المخطوطة بهذه الطريقة. طبعا راح نضع المخطوطة بالمنتصف تقريبا بهذه المنطقة. الان من قائمة ادراج مربع نص، وطبعا رسم مربع نص، راح نضيف النص الخاص بالشهادة. الان راح ننسق النص من خلال الصفحة الرئيسية. طبعا راح نضع حجم معين للنص، وراح نختار فونت وليكن فونت الجزيرة. وطبعا راح نضع الاسم بسطر جديد، وطبعا راح نختار فونت، طبعا راح نختار حجم فونت وليكن 22. فقط الاسم راح يكون بخط اكبر، وطبعا كل النصوص راح تكون بالمنتصف بهذه الطريقة. لا بأس انه يكون النص بهذا الحجم. جيد. الآن راح نحدد مربع النص، ومن تنسيق تعبئة الشكل راح يكون بلا تعبئة، والمخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي. الآن راح نختار لون خط للاسم مختلف. طبعا نختار مثلا هذا اللون أو الأحمر الغامق
لا بأس، اسم مميز وجيد. الآن من قائمة إدراج مربع نص، رسم مربع نص، وطبعا بهذه المنطقة راح نكتب مانح الشهادة. بهذه الطريقة طبعا راح نختار حجم خط 14 بولد، وطبعا توسيط، ولا ننسى من تنسيق تعبئة الشكل راح يكون بلا تعبئة، والمخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي. طبعا راح نرفع النص قليلا، وطبعا من قائمة إدراج صورة راح نضيف هذه الزخرفة أو الفسفورة الخاصة بالتخرج بهذه الطريقة. طبعا نضغط كليك أيمن من التفاف النص أمام النص، وطبعا نضعها بهذه المنطقة، وطبعا لا بأس أن تكون بالأعلى بهذا الشكل، وطبعا شهادة التخرج تكون إلى اليمين قليلا، وطبعا مربع النص ينزل بالأسفل، والتوقيع يكون بالمنتصف فقط. طبعا راح نستنسخ مربع النص الخاص بالتوقيع من خلال كنترول، نبقى ضاغطين على الكنترول وراح نخليه بهذه المنطقة، ونكتب مؤسسة اللمى للتدريب. بهذه الطريقة طبعا نختار لون أبيض، وطبعا لا بأس أن نختار نوع خط مثلا هذا النوع. مثل ما نلاحظ أصبحت عندنا شهادة احترافية وأنيقة بنفس الوقت. أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم على برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم شهادة احترافية على برنامج وورد. أهلا بكم من جديد. في البداية نحب ننوه أنه جميع المرفقات الخاصة بهذه المحاضرة بإمكانكم تحميلها بشكل مجاني من خلال الرابط المرفق مع هذه المحاضرة. أيضا كذلك نحب ننوه أنه هذه الشهادة ممكن تكون شهادة شكر أو مشاركة، أو ممكن شهادة كورس تدريبي، أو حتى ممكن تكون شهادة مدرسية. نبدأ أولى الخطوات واللي هو تغيير اتجاه الورقة. طبعا نذهب إلى قائمة تخطيط، ومن ثم الاتجاه نختار أفقي، نتأكد من الحجم A4، ومن ثم من إدراج صورة، ومن ثم نضيف الصورة الباكجراوند اللي هي الخلفية. راح نضغط على الصورة كليك أيمن، ومن ثم التفاف النص، وراح نختار خلف النص. راح نكبر الصورة على كبر الورقة بهذه الطريقة. جيد، الآن راح نضيف النص من خلال إدراج مربع نص. راح نكتب شهادة شكر. طبعا راح نكبر حجم الخط ونغير نوع النص، وطبعا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة ومخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي، راح نختار لون النص اللي هو راح يكون مثلا اللون الجوزي. هذا هو اللون، ممكن يكون هذه الطريقة، لا بأس انه نختار ظل، ممكن بهذه الطريقة. جيد، ممكن نستنسخ النص، ولكن راح نلغي الظل من تأثيرات النص، ظل راح يكون بلا ظل. راح نضيف النص، طبعا راح نغير نوع الخط، نختار خط آخر. راح نصغر النص إلى مثلا 36 بهذه الطريقة. طبعا راح نكتب الاسم، مثلا اسم عشوائي، مثلا هذا الاسم. طبعا راح يكبر الخط، وراح ينضاف بولد، نص او خط بولد بهذه الطريقة. طبعا ممكن نختار 60. جيد، وطبعا لا بأس انه نقلل من التباعد، والافضل هو انه نضيف النص او الاسم بشكل مفرد بهذه الطريقة طبعا، ولا بأس يكبر اكثر. فطبعا هذا النص الاول يكون اصغر شوية،
هذا الشكل. طبعاً إذا لاحظ إنه النص لايت نختار ريجولر أجمل. بنفس الطريقة أيضاً نختار النص ريجولر يكون أجمل. جيد، الآن راح نكمل النص. جيد، الآن راح نضيف نص، راح نكتب مثلاً علي موسى باسم مثلا المدير مثلا. طبعا لا بأس انه نصغر الحجم. خيارات تباعد الاسطر، مفرد نخليها متعدد، ونكتب 0.8 مثلا بهذه الطريقة. طبعا اللي هو راح يكون طبعا التوقيع، وطبعا هنا راح يكون التاريخ مثلا 22/5/2024 مثلا، هنا راح يكون التاريخ. طبعا مثل ما نلاحظ تصميم انيق وبسيط واحترافي بنفس الوقت. اهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم شهادة احترافية باستخدام برنامج وورد. تابعونا. اهلا بكم من جديد. في البداية راح نتأكد انه الحجم A4 واتجاه الورقة افقي. طبعا من قائمة تخطيط نذهب الى الحجم، نتأكد انه الحجم A4، ومن الاتجاه نختار افقي. بعد ذلك راح نضيف الخلفية الخاصة بالشهادة من قائمة ادراج صورة، وطبعا راح نضيف هذه الخلفية. راح نضغط كليك ايمن والتفاف النص ونختار خلف النص. راح نكبر الصورة بنفس مقاس الورقة بهذه الطريقة طبعا، ولا بأس انه نكبر العرض ايضا. راح نضغط على زر اسكيب من الكيبورد اللي صاير بالركن الاعلى، ومن قائمة ادراج صورة راح نضيف هذه الصورة، وطبعا نضغط كليك ايمن التفاف النص ونختار امام النص. راح نصغر الصورة بهذه المنطقة وبهذا الحجم تقريبا. جيد، الآن من قائمة إدراج مربع نص، رسم مربع نص، راح نضيف هذا النص اللي نشاهده. الآن راح نتحكم بتنسيق النص، نختار مثلا 24، وطبعا نختار فونت وليكن فونت الجزيرة. جيد، الآن الاسم فقط راح يكون بسطر منفصل، وراح نكبر الاسم بهذه المنطقة طبعا كنترول اي، وراح يكون توسيط بهذا الشكل. الان من تنسيق تعبئة الشكل راح يكون بلا تعبئة، والمخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي. ممكن شهادة الشكر تكون بهذه المنطقة، وطبعا الاسم ممكن يكون بولد، وطبعا نختار لون وليكن مثلا هذا اللون. الآن من قائمة إدراج مربع نص، راح نرسم مربع نص بهذه الطريقة. التوقيع مدير التدريب. طبعا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة، والمخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي، وطبعا راح نتحكم بتنسيق النص وليكن بهذا الشكل. الآن راح نضيف الختم الخاص بالشهادة من قائمة إدراج صورة، وطبعا راح يكون هذا هو الختم. نضغط كليك أيمن التفاف النص أمام النص. راح نكبر الصورة بهذه المنطقة وبهذا الحجم تقريبا هذه الطريقة. الآن راح نستنسخ النص الخاص بالتوقيع، وراح نكتب أكاديمية الفرزدق، وطبعا راح نغير نوع الخط مثلا هذا الخط بهذه الطريقة. طبعا لا بأس انه نغير تباعد الأسطر. طبعا نضغط على هذا الخيار، خيارات تباعد الأسطر، وطبعا نختار متعدد ونكتب 0.8
ومن ثم موافق. طبعا ممكن نغير الفونت الخاص بالنص بهذا الشكل ليكون أجمل. مثل ما نلاحظ أصبحت عندنا شهادة احترافية وبسيطة بنفس الوقت. أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم غلاف كتاب أو بحث بطريقة احترافية وبسيطة. أهلا بكم من جديد. في البداية راح نتأكد من مقاس الملف A4، طبعا من قائمة التخطيط، ومن ثم الحجم، ونتأكد من القياس A4. الخطوة التالية من قائمة إدراج الصور راح نضيف الخلفية الخاصة بالغلاف. طبعا هذه هي الخلفية الخاصة بالغلاف واللي راح يتم إرفاقها مع هذه المحاضرة بشكل مجاني. الآن راح نضغط كليك أيمن على الصورة، ومن التفاف النص راح نختار خلف النص. راح نصغر العرض، وطبعا راح نخلي الخلفية على كبر الملف. الآن راح نضيف الصورة الخاصة بالغلاف من قائمة إدراج، ومن ثم الصور، ونختار هذه الصورة طبعا الخاصة بالغلاف. نضغط كليك أيمن على الصورة والتفاف النص، نختار خلف النص. راح نكبر الصورة بهذا الشكل. الآن راح نضع الصورة خلف الخلفية من خلال ضغط كليك أيمن على الصورة، ومن ثم إرسال إلى الخلفية بهذه الطريقة. جيد. الآن من قائمة إدراج مربع نص، وطبعا رسم مربع نص، راح نضيف العنوان الخاص بالغلاف، طبعا راح يكون اسم الغلاف أسرار المال. راح نغير الحجم وطبعا نوع الخط، راح يكون بهذه الطريقة طبعا، طبعا ممكن يكون بولد. ومن تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة، والمخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي. ممكن الحجم يكون 90. طيب ممكن نغير اللون إلى اللون الأحمر، ومن قائمة تنسيق تأثيرات النص ظل، وطبعا راح نختار الظل بهذه الطريقة طبعا، هذا الظل مناسب. الآن راح نستنسخ هذا النص من خلال كنترول، سنسخه بهذه الطريقة طبعا. راح نصغر الحجم، وراح نكتب مثلا تأليف أو إعداد محمد مناف، طبعا الاسم افتراضي، وراح يكون باللون الأزرق مثلا بهذه الطريقة بهذا الشكل. وأخيرا راح نستنسخ النص، راح نكتب الطبعة الأولى. راح نصغر النص أيضا، وراح نختار اللون الأسود بهذه الطريقة. مثل ما نلاحظ أصبح عندنا غلاف كتاب جميل واحترافي بنفس الوقت. أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم على برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نصمم غلاف كتاب احترافي وبسيط بنفس الوقت. أهلا بكم من جديد. في البداية راح نضيف الصورة الخاصة بالغلاف من خلال إدراج، ومن ثم الصور، الخلفية الخاصة بالغلاف واللي هي هذه الخلفية. راح نضغط كليك أيمن، ومن ثم التفاف النص، وراح نختار خلف النص أو أمام النص، أي خيار لا بأس. راح نكبر الحجم إلى النهاية بهذه الطريقة. الآن من قائمة إدراج أشكال، وراح نختار هذا الشكل اللي هو مقوس من الأعلى وحاد من الأسفل بهذه الطريقة. والآن من تعبئة الشكل، الآن راح نضيف اللون البرتقالي. الآن من تعبئة الشكل تدرج، وراح نختار تدرجات إضافية. طبعا نذهب إلى تعبئة متدرجة، وطبعا ممكن نحذف هذا الجزء من خلال سحبه إلى الأسفل. نحدد هذا اللون، وطبعا نختار البرتقالي بهذا الشكل. جيد. الآن ومن ثم طبعا نخرج، ومن المخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي بهذه الطريقة. الآن راح نضيف الصورة الخاصة بالغلاف
واللي هو من الصور بهذا الشكل. جيد، الآن من تنسيق اقتصاص راح نقتص الصورة طبعا إلى هذه المنطقة، ومن ثم نؤكد الاقتصاص. جيد، الآن من إدراج مربع نص راح نرسم مربع نص، راح نكتب السلوك العاطفي. طبعا راح نغير نوع الخط وحجم الخط، ممكن يكون حجم الخط 50، وطبعا توسيط واللون أبيض. نجي إلى تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة، والمخطط راح يكون بلا مخطط. فيما يخص النص، من تنسيق أيضا تأثيرات النص راح نضيف ظل حتى يكون النص واضح وقوي. جيد، الآن ممكن يكون حجم الخط 55، وطبعا ممكن يكون قريب من خلال خيارات تباعد الأسطر، وطبعا راح نختار قيمة اللي هي 0.8. جيد، الآن التصميم بلش يكتمل، فقط يحتاج نضيف اسم المعد، فراح نكتب إعداد مثلا محمد عبد الله. طبعا راح نصغر حجم النص هذا الشكل، وراح يكون النص بهذه المنطقة. فقط يحتاج أن نعدل الصورة الرئيسية. طبعا راح نحرك هذه الصورة، وفيما يخص هذه الصورة من قائمة تنسيق اقتصاص ممكن نقتصها قليلا بهذا الشكل، الآن ممتازة. جيد، الآن إن شاء الله يكون التصميم احترافي وسهل بنفس الوقت. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم غلاف كتاب بشكل احترافي وبمجهود بسيط. أهلا بكم من جديد. في البداية راح نضيف الصورة الرئيسية الخاصة بالغلاف من خلال إدراج الصور، ومن ثم راح نضيف هذه الصورة. طبعا ننوه أن هذه الصور ستكون مرفقة مع هذه المحاضرة، وبإمكانكم تحميلها بشكل مجاني. بعد ذلك راح نضغط كليك أيمن على الصورة، ومن ثم التفاف النص، ونختار أمام النص. راح نكبر الصورة على كبر الصفحة بهذه الطريقة. طبعا الآن راح نضيف الصورة الخاصة بالتصميم، واللي راح تكون من قائمة إدراج الصور. راح نضيف هذه الصورة، وطبعا راح نضغط عليها كليك أيمن على الصورة. طبعا بإمكان أنه هذه الصورة نزيحها إلى اليسار، نضغط على هذه الصورة كليك أيمن، ومن ثم التفاف النص. راح نختار أمام النص حتى نغير المقاس، ومن ثم نجعلها خلف النص. جيد، الآن راح نكبر الصورة بهذه الطريقة، ومن ثم راح نجعلها خلف النص من خلال نضغط عليها كليك أيمن، ومن ثم إرسال إلى الخلفية بهذه الطريقة. جيد، لا بأس أن نحركها قليلا إلى اليمين. الآن راح نضيف النصوص من خلال إدراج، ومن ثم مربع نص، وراح نكتب، وطبعا راح يكون عنوان البحث أو الكتاب اللي هو الطاقة النووية. راح نكبر النص ونغير الخط والحجم. طيب، الآن من قائمة تنسيق المخطط التفصيلي راح يكون بدون مخطط تفصيلي وبلا تعبئة، وطبعا راح نكبر الحجم بهذه الطريقة، وراح نختار توسيط، لا بأس انه ممكن نصغر الحجم، وطبعا راح نختار لون النص أبيض بهذه الطريقة. وطبعا من تنسيق وتأثيرات النص ظل، راح نضيف ظل إلى النص، ممكن هذا الظل. جيد، الآن وطبعا راح نستنسخ هذا النص، وراح نضيف اسم المعد. جيد، الآن وطبعا نصغر النص بهذه الطريقة، وراح نختار لون خط مثلا أزرق
بهذه الطريقة، طبعا راح نقلل من تباعد الأسطر. بهذه الطريقة صممنا غلاف كتاب أو بحث بشكل بسيط وبصورة احترافية. أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم غلاف كتاب أو بحث احترافي وسهل في نفس الوقت. أهلا بكم من جديد. في البداية راح نضيف الخلفية الخاصة بالغلاف من خلال إدراج ومن ثم صورة، وطبعا راح نختار هذه الخلفية، نضغط كليك أيمن على الصورة ومن ثم التفاف النص ونختار خلف النص. راح نكبر الصورة على كبر الورقة ومن ثم طبعا إدراج صورة، وراح نختار هذه هي الصورة. راح نكبر الصورة طبعا قبل كل شيء نضغط عليها كليك أيمن ونختار خلف النص طبعا للصورة، وطبعا راح يكون مكان الصورة بهذه المنطقة. طبعا راح نضغط على الصورة كليك أيمن ونختار إرسال إلى الخلفية هذه المنطقة. جيد، الآن راح نضيف النصوص أو عنوان الكتاب من إدراج مربع نص رسم مربع نص. راح نكتب عنوان الكتاب، راح نكبر حجم النص ونوع الخط، طبعا ممكن نصغر هذا النص بهذا الشكل، وطبعا ممكن يكون توسيط، ونختار لون أبيض للنص من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة ومخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي. جيد، الآن فقط البركان راح نخليها باللون الأصفر، وطبعا راح نضيف ظل من تنسيق تأثيرات الناس، ظل راح يكون هذا هو الظل. طبعا من الصفحة الرئيسية تباعد الأسطر راح نختار خيارات تباعد الأسطر، طبعا راح نختار 0.8 بهذا الشكل. الآن فقط راح نضيف معد البحث أو الكتاب بهذه الطريقة. مثل ما نلاحظ أصبح عندنا غلاف كتاب جميل ولطيف بنفس الوقت. أهلا بكم، في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية إنشاء غلاف بحث أو كتاب على برنامج وورد بسهولة واحترافية بنفس الوقت. تابعونا. أهلا بكم من جديد. في البداية أغلفة الكتب والبحوث تكون عادة بقياس A4، فراح نذهب إلى قائمة تخطيط ومن ثم الحجم، اختار A4، تأكد من القياس A4. راح نصغر العرض بهذه الطريقة، ومن ثم راح نضيف الصورة الخاصة بالغلاف من خلال إدراج صورة. طبعا راح نضيف هذه الصورة، راح نضغط عليها كليك أيمن ومن ثم التفاف النص، وراح نختار خلف النص. راح نكبر الصورة بهذه الطريقة بهذا الحجم، ممكن تكبر أكثر، نزحفها إلى اليسار، نكبرها بهذه الطريقة وبهذه المنطقة. جيد، الآن راح نضيف دائرة من إدراج صورة ومن ثم دائرة. راح نرسم دائرة ونحرص على أن تكون هذه الدائرة بنفس حجم الدائرة السوداء، لا بأس أن تكون أكبر بقليل. جيد، الآن طبعا من تنسيق، طبعا الخيار تنسيق يظهر عندما نضغط على الدائرة، من تنسيق نذهب إلى تعبئة الشكل ومن ثم نختار صورة، نختار العمل دون اتصال ومن ثم من ملف، بعد ذلك بشكل مباشر راح نختار الصورة اللي راح تكون خاصة بالغلاف، وطبعا نختار صورة دالة على الموضوع، وطبعا هذه هي الصورة. الآن راح نذهب إلى أدوات الصورة، تنسيق الصورة، ونختار على اقتصاص، نضغط على هذا السهم بهذا الشكل ونكتب احتواء بهذه الطريقة. طبعا بإمكاننا أن نكبر الصورة من هذا المكان وبهذه الطريقة. راح نضيف العنوان الخاص بالبحث أو الغلاف من خلال إدراج مربع نص ومن ثم رسم مربع نص، وراح نكتب
قواعد الطهي. طبعا راح نكبر النص بهذه الطريقة. راح نختار نوع خط معين وليكن هذا الخط. جيد، راح نكبر حجم مربع النص بحيث يكون على كبر الورقة، وطبعا نختار توسيط. ومن تنسيق تعبئة الشكل راح يكون بلا تعبئة، والمخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي. وطبعا ممكن نختار عنوان بلون أحمر بهذه الطريقة طبعا. وراح نضيف مربع نص آخر من إدراج مربع نص، راح نضيف رسم مربع نص، وراح نكتب هنا. طبعا هذا النص المساعد وليكن بهذه الطريقة. راح نضيف ايضا نختار نوع خط معين، ومثلا يكون حجم الخط 30 او ممكن يكون 33 مناسب. ونحرص فقط ان نلغي الاطار من تنسيق، تعبئة الشكل بلا تعبئة، المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي. وطبعا ممكن يكون بهذه الطريقة بهذا الشكل. جيد، الآن راح نستنسخ هذا النص من خلال نضغط على كنترول. طبعا نبقى ضاغطين على كنترول ونسحب بي الأسفل ونكتب إعداد أحمد حسن مثلا، لا على التعيين اسم عشوائي من قائمة الصفحة الرئيسية. طبعا نختار لون خط أبيض بهذه الطريقة. مثل ما نلاحظ أصبح عندنا غلاف. أهلا بكم، في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم غلاف كتاب احترافي على برنامج وورد بدقائق معدودة، تابعونا. أهلا بكم من جديد. في البداية راح نضيف الباك جراوند الخاصة بالكتاب من خلال إدراج صورة، وطبعا من ثم لابد انه هذه الصورة نعمل لها التفاف النص وراح تكون خلف النص، ومن ثم طبعا راح نكبر الصورة على كبر الملف. طيب، ومن ثم من قائمة إدراج صورة ايضا راح نضيف هذا الشكل طبعا، وطبعا راح نعمل هذه الصورة التفاف النص ومن ثم امام النص. طيب، راح نكبر هذه الصورة بهذا الشكل، ممكن طبعا تكبر اكثر بهذه الطريقة. جيد، الآن راح نضيف شكل مشابه لهذا الشكل من إدراج أشكال، ونختار طبعا هذا الشكل، نرسم هذا الشكل. ننوه أن جميع هذه الصور المستخدمة في هذه المحاضرة ستكون متاحة لكم بالتحميل مجانا مع هذه المحاضرة. وطبعا من ثم راح نعكس الصورة، نضغط على هذا الخيار وطبعا نعكس اتجاهها بهذا الشكل الآن. جيد، وطبعا راح نخليها بهذه المنطقة، وطبعا راح نتحكم بهذه الصورة بهذا الشكل بهذا المقدار. طبعا ممكن انه نصغرها قليلا، وطبعا تكون الى اليسار. جيد، الآن راح نعبي هذا الشكل بصورة من خلال تنسيق، تعبئة الشكل، ومن ثم صورة. راح نختار هذه الصورة. نلاحظ ان الصورة لا تأخذ الشكل بنفس حجم الصورة. طيب، الآن من قائمة تنسيق اختصاص الصورة ونختار احتواء. لابد انه نكبر الصورة اكثر بهذا الشكل بهذه الطريقة طبعا. جميل، الآن لابد انه الشكل يكون أعلى الصورة. نضغط على الشكل كليك أيمن، ومن ثم نختار إحضار إلى المقدمة. لاحظ أنه الشكل أصبح أمام الصورة وبطريقة جميلة. الآن راح نضيف النصوص والعناوين من إدراج مربع نص، ونختار رسم مربع نص، وراح نكتب اسم الكتاب اللي هو أسرار الكون. من الصفحة الرئيسية راح نكبر النص، وطبعا راح نختار نوع خط اللي هو راح يكون GEST، وطبعا راح يكون اللون ابيض. فقط نلغي الاطار والمخطط او اللون الخلفية الخاصة بالشكل بلا تعبئة، والمخطط التفصيلي راح يكون
بلا مخطط تفصيلي من الصفحة الرئيسية، نضغط على بولد. طيب الآن ممكن نكبر مربع النص، لا بأس من تنسيق تأثيرات النص، نختار ظل ممكن يكون جميل. طيب الآن طبعا ممكن نفسه هذا النص ناخذ من عنده نسخ، نخليه هنا مثلا، مثلا بهذه الطريقة ممكن نضيف نص صغير بهذا الشكل، وطبعا راح نكتب هنا تأليف أحمد الماجدي مثلا اسم لا على التعيين في هذه الطريقة، وطبعا ممكن بهذه المنطقة نكتب التاريخ مثلا، ممكن بهذا الشكل. مثل ما نلاحظ أصبح عندنا غلاف كتاب احترافي، طبعا ممكن يكون غلاف كتاب، ممكن يكون غلاف بحث أو تقرير أو حتى مجلة. طبعا العمل احترافي جدا وبسيط بنفس الوقت. إن شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة.